انا هعتبر ان الامور طيبه ولما حدش سال، وهبدا اشتغل فيه. اول شابتر هنشتغل عليه النهارده اللي هو، طبعا انتوا عارفين احنا شغالين من الكتاب، هو نفس الكتاب اللي درسنا منه الكورس الاولاني، الكتاب اللي هو اسمه Fundamentals of Database Systems. احنا شغالين على النسخه رقم 6. اولا الشابتر 21 من الكتاب اسمه Introduction to Transaction Processing Concepts and Theory. الشابتر ده يا جماعه اهم شابتر هندرسه، وكل الشابترز اللي جايه مبنيه عليه. فارجوكم لو في حد وانا بشرح عنده لبس في اي نقطه يوقفني، يقول لي انا مش فاهم دي، عاوز افهم دي كويس. الحاجه الثانيه، ارجوكم لازم تذاكروا الشابتر ده اول باول. يعني انا لما اخلص النهارده جزء، ارجوكم النهارده روحوا ذاكروه لازم، لاني لو ما ذاكرتوش الشابتر ده هتلاقي كل الشابترز اللي جايه بعد كده عندك مشكله فيها. ده الاساس، الشابتر ده يا جماعه هو الاساس بتاعنا. طيب خليني ابدا. اولا يعني ايه كلمه ترانزاكشن اللي هو كاتبها لنا هنا دي؟ كلمه ترانزاكشن يا جماعه لو هنترجمها ترجمه حرفيه، بنسموها عمليه. ده لو ترجمه حرفيه. الترانزاكشن عندنا هنا في الداتابيز مانجمنت سيستم او في الداتابيزز هي مجموعه من الخطوات انا بنفذهم عشان في الاخر اادي وظيفه معينه او انفذ عمليه معينه. لو ليكوا حد شغال في البنوك، اما بيجي يشتغل عمليه اداء او عمليه سحب او عمليه تحويل رصيد بيسميها ترانزاكشن، يقول لك انا عملت ترانزاكشن النهارده بتاعت كريدت ترانسفير، يبقى العمليه اللي هو عملها دي بيطلق عليها ترانزاكشن. هي مجموعه من الخطوات. والله انا عاوز مثلا احول رصيد من حساب لحساب، فايه الخطوات اللي انا هعملها؟ اولا زي ما انت شايفه كده هعمل تشيك على الحساب الاولاني في اصلا فلوس ولا لا، حساب رقم 1. طيب لو هو فيه فلوس هبدا اعمل سحب من الحساب الاولاني، وبعدين هروح اعمل ايداع في الحساب الثاني، وبعدين في الاخر هطلع تقرير كده بالعمليه او اللي احنا بنسميه الريسيت او الايصال، وهديه للراجل اللي جاي يعمل عمليه التحويل. فاذا انا عشان احول فلوس من حساب لحساب انا عملت اكثر من خطوه، هي مش خطوه واحده، فالاكثر من خطوه دول مع بعض مجتمعين ادوا ان انا خلصت المهمه او الوظيفه اللي اسمها كريدت ترانسفير او اسمها تحويل رصيد. فعشان كده بنقول على دي ان هي ترانزاكشن. الترانزاكشن دي يا جماعه هي الطريقه اللي الداتا بيز مانجمنت سيستم بتستخدمها عشان تنفذ اي امر انت بتعطيه لها. انت عاوزه تعملي انسيرت، عاوزه تعملي ابديت، عاوزه تعملي ديليت، عاوزه تعملي سيلكت، زي ما تعملي الداتا بيز مانجمنت سيستم اي امر انت بتديه لها بتحطه في صوره ترانزاكشن وبعدين تبدا تنفذه. طيب الترانزاكشن دي عشان تبقى واضحه المعالم لازم يحط لها بدايه ونهايه، فبيقول في حاجه اسمها begin transaction وفي حاجه اسمها end transaction، وفي النص هنا بين البيجين والاند بيبدا يحط كل الاوامر اللي هو عاوز ينفذها. زي ما انت فاكره كده اما كنت بتشتغلي في البرمجه، لو تذكري كنت في البرمجه بتعملي ايه؟ كنت بتروحي تقولي انا عاوز والله انفذ مثلا فول لوب معينه، والفول لوب دي عشان انفذها عاوز افتح قوسين كده واحط كل الخطوات اللي انا عاوزهم يتكرروا مع بعض. فاكرين الكلام ده؟ فانتوا كنتوا تعملوا كده، كنت بتيجي تقول والله انا عاوز اعمل مثلا فول لوب، وتقولي الفول لوب دي انا عاوز انفذ كل الخطوات دي، فتروحي فاتحه القوس وتقفليه، فنفهم او الكومبايلر يفهم ان كل الخطوات دي مرتبطه ببعض. نفس الكلام هنا، اما بقول انا هعمل بيجين ترانزاكشن وابدا احط الاوامر بتاعتي واحط اند ترانزاكشن، فخلاص الداتا بيز مانجمنت سيستم بيعرف ان الاوامر دي كلها مرتبطه ببعض. مرتبطه ببعض بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان لو اي امر او اي خطوه من هذه الخطوات حصل فيه مشكله، الداتا بيز مانجمنت سيستم بيلغي الترانزاكشن كامله. وهو ده الميزه الكبيره في الترانزاكشن. انا ما بتعاملش مع امر امر او خطوه خطوه، لا انا بالنسبه لي كل الخطوات دي مع بعض واحده واحده، ودي هنشوفها حاجه اسمها الاتوميستي، هنشوفها قدام شويه.
وضربت لك المثال بتاع تحويل الرصيد من حساب لحساب. لو انت دلوقتي جيت تحولي رصيد من حساب ألف للحساب ب، وسحبت الفلوس من الحساب ألف وبعدين الكهرباء فصلت، هل فلوس الراجل ده تروح عليه؟ لا. ليه لا بقى؟ لان الداتا بيز مانجمنت سيستم اما لقى ان في خطوه من ضمن الخطوات ما اتنفذتش، فاللي حصل ان هو لغى العمليه كامله ورجع كل حاجه زي ما كانت قبل حدوث هذه المشكله. فهو دي الترانزاكشن. يبقى الترانزاكشن هي وحده واحده تتكون من مجموعه من الاوامر، في الاخر الغرض من هذه الاوامر مع بعض الحصول على مهمة معينة تتنفذ أو تنفيذ مهمة معينة. طيب بعد كده هنلاقي الكتاب بيقول لي أما بتيجي تشتغل في الداتابيز مانجمنت سيستم هتقابل نوعين من السيستمز، في حاجة اسمها سنجل يوزر سيستم وفي حاجة اسمها مالتي يوزر سيستم. السنجل يوزر سيستم أو المالتي يوزر سيستم إيه الفرق ما بينهم؟ السنجل يوزر معناها من اسمه كده ان يوزر واحد، ات موست وان يوزر، اهو شايفه ات موست وان يوزر ات ا تايم كان يوز ذا سيستم، ات موست وان يوزر ات ا تايم كان يوز ذا سيستم، يبقى على الاكثر مستخدم واحد فقط يقدر يستخدم هذا النظام. طيب زي ايه؟ مثلا عندك مايكروسوفت اكسس، عارفه مايكروسوفت اكسس اللي بينزل لك مع الاوفيس، انت عندك الوورد والاكسل وفي بروجرام تاني اسمه اكسس، ده بيعمل داتابيز، هي داتابيز صغيره لكن هي داتابيز، لكن هي دي من النوع اللي هو سنجل يوزر، لو لا تسمح الا لمستخدم واحد فقط بالدخول على الداتابيز دي والتعامل معاها. لكن طبعا ده ينفع لو شخص واحد يستخدمه على الكمبيوتر الخاص بتاعه، لكن لو انا بتعامل بقى في انفايرومنت مختلفه زي البنوك زي البورصات زي المستشفيات زي اماكن حجز الطيران زي الجامعات، الكلام ده ما ينفعش، انا مش هينفع اشغل يوزر باي يوزر. ففي الحاله دي بنستخدم المالتي يوزر بقى. المالتي يوزر سيستم معناها ايه؟ اف ميني يوزرز، اكثر من يوزر كان يوز ذا سيستم، وبالتالي الاكثر من يوزر دول كان اكسس ذا داتابيز concurrently. وكلمة concurrently دي بقى عاوزك تحط تحتها 20 خط لان دي هنستخدمها كتير بعد كده. كلمة concurrently يعني بشكل متزامن، يعني في نفس ذات الوقت الناس كلها شغالة على الداتابيز في نفس اللحظة، زي ما انتوا كده اول الترم دخلتوا كلكم على نفس الداتابيز وكلكم عملتوا تظبيط للجداول بتاعتكم وكلكم عملتوا حذف واضافة وكل حاجة في نفس اللحظة. فاذا المالتي يوزر هو ان يكون اكثر من يوزر يوصلوا ويشتغلوا على الداتابيز كونكرنتلي في نفس الوقت. طيب اتفقنا ان ده الوضع اللي فين، الوضع بقى ده هو المستخدم في البنوك ومستخدم في شركات التأمين ومستخدم في السوبر ماركتس الكبيرة اللي بنشتري منها وهكذا. خلاص اعتقد الكلام بسيط، يعني هنا ما فيش حاجة صعبة يعني. طيب السؤال بقى هو ازاي بيخليني اقدر انفذ اكتر من عملية او يسمح لاكتر من يوزر ان هم يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. حتة المالتيبل يوزر دي ان هم يقدروا يعملوا اكسس للداتابيس في نفس الوقت مبنية على كونسبت مشهور قوي اسمه مالتي بروجرامينج. يعني ايه مالتي بروجرامينج؟ المالتي بروجرامينج معناها ان انا اسمح لاكتر من بروسيس ان هي تتنفذ في نفس الوقت. طيب ازاي الكلام ده بيتم؟ هو الطبيعي ان السي بي يو او البروسيسور بيتعامل مع بروسيس واحده ات تايم في نفس الوقت، البروسيسور هو شغال بيشتغل مع بروسيس واحده فقط ات تايم. طيب امال هو ازاي بيقدر ينفذ اكتر من عمليه او يتعامل مع اكتر من يوزر؟ قالك اللي بيحصل ايه، انت بيبقى عندك بروسيسور واحد او سي بي يو واحد، وعندنا زي ما احنا شايفين كده اكتر من بروسيس، البروسيس A البروسيس B ممكن يكون عندي C و D وهكذا. فاللي بيحصل ايه بقى، البروسيسور في الاول بيبدأ يشتغل مع البروسيس A او العملية A. اي بروسيس يا جماعة بتمر بوقت بتعمل فيه input او output operation،
input او output operation ايه؟ يعني هي مستنية input من اليوزر او input من بروجرام اخر، وبعد ما بتخلص الفانكشن بتاعتها بتعمل output عشان تخرج الناتج بتاع اللي هي عملته. ففي المرحلة بتاعت الانبوت او الاوتبوت اوبريشن دي البروسيسور بيبقى واقف ما بيعملش حاجة. تخيلي حضرتك كده كنت عاملة بروجرام عشان يجمع رقمين، وقلت لليوزر طبعت له على الشاشة انتر تو نمبرز، والبروجرام دلوقتي واقف مستني اليوزر يدخل تو نمبرز. هنفترض ان الراجل ده دلوقتي بدل ما كان قاعد قدام الشاشة قام يرد على التليفون مثلا. كل الوقت ده البروسيسور واقف مستني عشان يدخل رقمين. فادي المرحلة بتاعت الانبوت، احنا منتظرين انبوت عشان نشتغل. طيب هفترض ان خلاص العملية تمت، الراجل دخل له رقمين واحد واثنين وتم جمعهم بالفعل، وبعدين كان الامر التالي اللي انت تروح تطبع لي الناتج على البرينتر. في المرحلة دي برضو البروسيسور بعت التاسك او الجوب دي الى البرينتر، واقف مستني. خلاص البرينتر دلوقتي هي اللي شغالة وبتطبع. فادي الاوبوت اللي نقصده. ففي مرحلة الانبوت او مرحلة الاوبوت هنلاقي البروسيسور واقف ما بيعملش حاجة. فهنا بقى بتيجي الفكرة بتاعت المالتي بروجرامينج. فاحنا في المرحلة بتاعت الانبوت او الاوبوت اللي البروسيسور ما بيعملش فيها حاجة بناخده ونخليه يشتغل مع بروسيس اخرى. نقول له طب الله يخليك بدل ما انت واقف دلوقتي فاضي تعالى اشتغل في البروسيس بي، نفذ فيها بعض الاوامر. طيب البروسيس اي رجعت تاني بقت اكتف، هنخليه يسيب البي يروح تاني للاي، الاي توقف التاني هنخليه يسيب الاي ويرجع للبي، وهكذا. فاذا هو وان بروسيسور بيقدر يتعامل مع اكتر من بروسيس في نفس الوقت بفضل الكونسبت اللي اسمه ايه بقى؟ مالتي بروجرامينج. طيب هنفترض ان انا الامور عندي احسن شويه، وبدل ما انا عندي بروسيسور واحد انا عندي اكتر من بروسيسور. ممكن زي السيستمز الكبيره لما بنشوفها عندها اكتر من بروسيسور. انت حتى دلوقتي على الجوال بتاعك او الموبايل بتاعك لما بتيجي تشتريه بيقول لك ان في اكتر من بروسيسور موجود في الموبايل ده. فاذا وارد ان يكون عندي اكتر من بروسيسور. لو عندي اكتر من بروسيسور بقى والحمد لله الامور كهاردوير متوفره بشكل كويس، فانا ممكن استخدم الاسلوب اللي اسمه ايه؟ بارلل بروسيسنج. بارلل بروسيسنج يعني التعامل على التوازي. بارلل يعني على التوازي، بمعنى ان انا بدل ما انا كان عندي بروسيسور واحد وهو اللي هاخده اخليه يشتغل شويه في الاي وبعدين يشتغل شويه في البي وهكذا، لا انا هدي للبروسيس رقم اي او اللي اسمها ايه للبروسيسور رقم واحد، واخلي البروسيسور رقم اتنين هو اللي يشتغل هنا. فاذا التنفيذ دلوقتي اصبح على التوازي. فهنا بيقول لك if the computer system has multiple hardware processor، لو انت عندك الكمبيوتر بتاعك في multiple hardware processor يبقى انت تقدر تستخدمي parallel processing. واخد بال حضرتك؟ فهو ده الفرق بين الاسلوبين. لكن في الاول وفي الاخر اللي بيتم ان انا بقدر انفذ اكثر من عملية في نفس الوقت.